حدثنا محمد بن كثير اخبرنا سفيان عن اشعث بن ابي الشعثاء عن ابيه عن مسروق ان عائشه رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وعندي رجل قال يا عائشه من هذا قلت اخي من الرضاعه قال يا عائشه انظرن من اخوانكن فانما الرضاعه من المجاعه تابعه ابن مهدي عن سفيان